السلام عليكم. كثير من الناس وخاصة من خارج السلطنة يسألوا وش يسوي العمانيين في عيد الأضحى، وش هي عاداتهم تقاليدهم وهذه الأمور. في هذا الفيديو أنا بتكلم عن شيء بسيط واللي هو وجبة الفطور في عيد الأضحى، وهيش هي تتكون من ويش وغيره. في اليوم الأول دائما كل عيد وعادة في كل محافظات السلطنة اللي هي وجبة العرسية أو العرسي بعضهم يسموها، واللي هو عيش ولا أرز مضروب مع اللحم، مضروب مثل الهريس لكنه هو من الأرز، مضروب كامل ويأكل مع السمن أو الترشة. هذا في اليوم الأول. وإيش يصير في اليوم الثاني؟ اليوم الثاني في بعض محافظات السلطنة وليس كلها، اللي هو وجبة المضبي، اللي هو اللحم على الحصى، الحصى الكبير. كثير من الناس شافوا الحصى اللي في صلالة، ولكن لا، حصى صلالة يكون صغير، نسميه في عمان مسيلة، ولكن في باقي المحافظات نستخدم الحصى الكبير، وبحط لكم صور عنهن عشان تشوفون. في اليوم الثالث يكون الأمور تكون الأمور طبيعية. العادات العمانية في العيد هي عادة المضبي. هذه قطع لحم بقري بالعادة وبجزرة جاهزة، وتحط كلها على الشوي على الحصى. هذا هو الشوي على الحصى هنا، مشابه للي تشوفوه في صلالة، ولكن في صلالة الحصى صغيرة، ولكن هنا الحصى كبيرة مثل ما تشوف. توجد في بعض مناطق المرحلة الثانية منها ان هذا هو بيكون، بتشوف كيف بيكون من جهة جاهز، لكن من الجهة الثانية شبه ني، فيقص وعشان يضبط بطريقة ثانية، بعدين يكون جاهز من طرفين ويكون جاهز الاكل. هذا الاكل يؤكل في الصباح مع العسل العماني، تخيل افطار لحم مع عسل. هذه هي جواني الشوى من بعد ما تطلع من الحفرة. شو كيف هذا كله احنا عندنا، بيبدأ عاد يفتحوهم ويطلعوا منهم ويوزعوهم على الصحون